مشاهدينا أهلا بيكم. كل فترة بتنتشر شائعات معينة، الشائعات دي بتبقى ليها هدف محدد وكمان وقت معين، وده لهز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة، وللأسف في كتير من الناس والمواطنين بيرددوه بدون قصد ومن غير التحقق من المعلومة، وده اللي حصل خلال الساعات الماضية. وانتشار أخبار كالنار في الهشيم بتفيد بأن هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو وكمان القطارات. طبعاً الخبر أو الشائعة دي سببت بلبلة كبيرة وجدل واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعبت طبعاً عليها الصفحات المشبوهة. وخلال تغطيتنا هنوضح لحضراتكم حقيقة الشائعة دي والأمر بالضبط وفقاً لتصريحات رسمية من وزير النقل والمواصلات. طبعاً كل فترة شائعات كتير بين الناس تتعلق بأسعار السلع والأشياء اللي بيقبل عليها المواطنين، ويكون هدفها إثارة البلبلة والواقعة والنيل من مقدرات الدولة. وبما أن تذاكر المترو والقطارات من أكثر الأشياء اللي بيهتم بيها الناس وبيترقبوا أي زيادة فيها، فكان الموضوع محل اختيار لإطلاق الشائعة في هذا الأمر. وكمان الناس تنقلت الموضوع دون أي تحري عن مدى صحته، والشائعة دي مش جديدة، وخلال الفترة السابقة هي نفسها اللي انتشرت حاليا عن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، وخرجت الحكومة كالعادة ونفتها وقالت حينها وزارة النقل إنه لن يكون هناك أي زيادة، وأكدت الحكومة بعد الشائعة دي إن مفيش أي زيادة خلال الفترة الحالية. وخلال الساعات الأخيرة اتجددت الشائعة مرة تانية وتداولها الناس بشكل كبير، وخرج المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ونفى الأمر تماما، وقال في تصريحات صحفية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انسوا أي زيادة في أسعار التذاكر حتى لا نضغط على المواطنين، وطالب بتقليل مصاريف التشغيل منعاً لأي زيادة جديدة. وذكر وزير النقل إن محطة سكك حديد مصر تم إنشاؤها عام 1854 حين كان عدد سكان مصر 4 مليون مواطن، وكانت مساحة السكة الحديد 400 كيلو متر، وأشار إلى أن هناك 4 مليار جنيه عجز بين الإيرادات وكمان المصروفات في السكة الحديد، وأنه لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر الحكومة المصرية نفياً لأنباء ومعلومات يتم تداولها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده في إطار حربها المستمرة ضد ماكينة الشائعات التي تستهدف زعزعة وأمن واستقرار البلاد. طبعاً الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر كتير جداً من خطورة الشائعات وأكد أنها تشكل خطراً على أمن المجتمع، كما أكد أن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى، ويجب علينا جميعاً الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد. كمان تعمل الحكومة جاهدة على الارتقاء بحياة المواطنين وإحداث تنمية حقيقية، ولكن هناك بعض الأقلام المشبوهة والممولة خارجياً التي تدس السم في العسل وتحاول إحباط المعنويات وتدمير حالة السلم العام والتقليل من هذه الجهود ومهاجمة الدولة المصرية، وإظهار ما تقوم به الحكومة على أنه غير مجدي بالمرة، في حين أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل مواجهة نشر الشائعات والتعامل معها ومكافحتها بشكل علمي ومدروس. كمان بتسعى مصر جاهدة من أجل إحداث طفرة تنموية، وتبذل في سبيل ذلك جهود كبيرة على جميع المستويات والمجالات، سواء اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو غيرها من المجالات التانية.
وبكده تكون انتهت تغطيتنا، وننصح المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من صحتها. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.